اليوم الحوار خاص ويا ضيفه يمكن مو هواي يعرفوها بالشكل بالعراق، لكن يعرفوها كلش من صوتها لانها ادت اصوات لكثير من شارات المسلسلات الناجحه على مر سنوات. خلينا نتعرف اليوم على الفنانه هديه الاسباني. مساء الخير مدام هديه. مساء الورد. انا فرحان جدا بوجودك اليوم. يا حبيبي وانا كمان فرحانه فيك كثير. انت بتعرف انت من قبل حكينا قبل هلا صحيح. عبر الاذاعه. صحيح. شكرا جزيلا. اول شيء هاي اول زياره للعراق صحيح؟ اول زياره. وجيتي من سوريا الى العراق؟ نعم. اول مره. اول مره. مدام هديه انت يعني عضوه بباند معروف بالشام، يمكن يغنون يعني اغاني بعضها ضرب ونجح جدا بال يعني بدول عربيه، وايضا تغنين بشكل منفرد. نعم. شو وقت صار موضوع انه تغنين الشارات العراقيه وتضبطيها لهالدرجه؟ قديمه القصه على فكره. يعني تقريبا صار من 2009. الحقيقة أنا كنت بكورال سوريا غير غنائي الإفرادي، فكنت دائما بالاستوديوهات نفذ أعمال حتى كورالية أطفال، أعمال كورال عراقي، فكان أصدقائي حسوا أنه أنا عندي هي أني أنا بالقطة فورا من اللهجة. فأستاذ أسامة الشرقي شافني طبعاً. مرة فحس انه انا ممكن اني انا اعمل شيء بالشارات العراقية. فقال لي شو رأيك نعمل عمل انت تكوني مغنية فيه؟ قلت له والله انا اتمنى، انا بحب اللهجة العراقية. يعني مين فينا ما بيحب اللهجة العراقية والاغاني العراقية؟ بس ما كنت مغنية من قبل والمفردة؟ لا ككورالات بعمل. أوكي. اي طبعا يعني مغنية، بس اول مرة سولو. يعني بغني سولو. اي مسلسل كانت تذكرين؟ شارت اي مسلسل؟ فيلم هندي. فيلم مو بس شارة و30 اغنية. صحيح. فيلم هندي كان فوازير تقريبا. تماما. فكنتي تسوين دور يعني ملايين يمكن. ملايين صحيح. انا اخذ دور ملايين. ناس عبالهم هذا صوت ملايين او انا احسن او هاي، بس ما يعرفون ان الصوت هو صوتك. انا تعملنا 30 اغنية. ذكرينا بوحدة مثلا او شارة البدء مثلا. والله صلى زمان القصة وانا زمان ما رددتون. خلينا من هذا مثلا الناس يعرفوك بشنو تحسين اشهر شيء غنيتي من شارات المسلسلات؟ مكياج طبعا. اي مكياج. سمعينا مقطع منها. مكياج اذا خلي انا مكياج، المكياج مكياج اذا خلي انا اصغر 15 سنه، الكحول مالي والحمر تسوى البشره عندي انا، عندي فونديشن توب رأسا تختفي العيوب، أحس بروحي فوتوشوب. ويلي يا ويلي أنا ماريد أحب غيرك. الله، هاي الأغنية ضربت بشكل مو طبيعي. أي حبوها الصغار والكبار. وتوقعوا على أحسن هي اللي تغنيها. إيش هذا الشيء؟ حبيبتي أعلى والله. يعني ليك إنه نجاحك يعني ينسب لغير أشخاص. ليك أنا وآلاء حاسة إنه عملنا ميكس كتير. أي راهم صوتك عليه لأنه يشبه صوتها لما تحكي. ممكن وبتمنى ألتقي فيها الحقيقة. مو ملتقي فيها. أنت اليوم قدامنا، يلا التقت بأياد راضي وإحسان دادوش وعلي جابر. واللي أنت مشتغلة وياهم كومو باعتبار. إيه والله كومو. وطبعاً عملنا شغل كتير بعزوز تمارا. بكوميدي حامض حلو. يمكن حامض حلو هي الشارة وقت اللي بعثوا لي اياها وقريتها قديش هالمقدمه حلوه وحميميه. حامض حلو يا الله شو فرحت فيها. صح انه كان وياك محمد السالم يغني؟ اي كان ديو. اي بس انا ما التقيت فيه. كل واحد اي طبعا كل واحد ببلد بنسجل ونبعث الشغل. هديه انت اليوم يعني صوت واعد، ايضا مدعومه من فنانين عراقيين كبار اشادوا اكثر مره بصوتك، من ضمنهم طبعا الاستاذ كريم هميم مسبقا وياي. استاذ كبير واخ غالي جدا. هديه اول سؤال يجي ببال اي واحد يشاهدنا اليوم هو موضوع الحجاب. غريب انه مطربه تكون محجبه، تحسين هذا الشيء عارض مشوارك الفني او؟ والله لا ما عارض ابدا، يعني حتى انا بسوريا من خلال حفلات اللي بعملها بالشام صدقني العالم كثير يعني بيستقبلوني بكل محبه بكل احترام، يعني محترمين هذا الشيء اللي انا يعني اللي انا مختارته بحب اطلع فيه. يعني الفن انا ما انا مقتصر على انه انا ما اكون، يعني الفن للكل. ف
فأنا عم أقدم فن محترم، فن راقي، ترب، عرفت كيف؟ فما بظن بيتعارض مع الحجاب. متحمسة اليوم وانت صاعدين على يا مسرح رب إن بابل شاء التاريخي؟ يعني أنا ما بخفيك، أنا شفت اليوم توترها هي من ما الصبح بخفيك حتى ما نمت والله، ما يعني. بخفيك، لأنه أول شيء الوقفة على مسرح بابل مسؤولية كتير كبيرة، كونه مسرح عظيم عاصر حضارات. فأول وقفة إلي بالعراق على مسرح بابل هذا شيء كتير كبير، فيا رب يا رب بكون قد المسؤولية، كوني كمان حاملة معي يعني محبة كبيرة من الشام، وحاملة معي تراثي الشامي، بدي غني وصلة من التراث الشامي، فيا رب بكون قد المسؤولية وكون ضيفة لطيفة أكيد أنت يا ضيفة رب. لطيفة وأهلا الله بيك بالعراق يسعدك، مرة ثانية. شكرا كثير، هدية، كنت سعيد جدا بهذا أنا الحوار. أسعد. أنا حاب أختم بأغنية على ذوقك بس، لكاميرتك ولجمهورك. كل شي حلو هذا العراق الحلو، بكل شي حلو بلهجتنا يا محلى الكلام، اش قد حلو قلبي حياتي فدوى غني ويايا، الطيبة عدنا هواية حيل هواية، وهو العراق الطيب تيشبه منه، هذا العراق الحلو بكل شي حلو، الأسامي حلوة هنانا لنسميها، حمودي علاوي غنى نسويها، لك دادا احنا من القلب نحكيها، كل شي حلو. الله، شكرا ثانك يو سو ماتش، حبيبي، وصوتك حلو. شكرا حبيبي، شكرا شكرا جزيلا كثير. مرة ثانية.